بنتقل إلى دكتور أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. بعض المفكرين الاقتصاديين بيشوفوا إنه الحل الحقيقي للتضخم هو الإنتاج ثم الإنتاج، وهنا بيأتي الحديث في هذه المرحلة تحديداً حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديداً. أهم التحديات اللي بتواجه هذه النوعية من المشروعات في هذه المرحلة، وإيه اللي هي بتحتاجه لتعزيز دورها في ظل هذه التحديات؟ شكرا جدا على الدعوة الكريمة. لما بنتكلم على الاقتصاد الكلي غالبا الكلام بيخش في يعني بيبقى ابستراكت زياده عن اللزوم، فخليني انزل اللي بيحصل على الواقع بتاع الارض مع الشركات. انا بشتغل كتير جدا مع الشركات الصغيره والمتوسطه ومع الشركات الناشئه وشركات باحجامها. فخلينا نبص على المستقبل، وخلينا نبص على ان اهدافنا نمو الشركات، زياده التصدير وزياده الاستثمار ببساطه. فمن وجهة نظر الشركات دي أنا هقول ثلاث نقط محتاجين نفكر فيها، والنقط ديت يمكن محتاجين يعني نركز في الامبليكيشنز بتاعتهم. النقطة الأولانية بالنسبة للسياسات، استقرار السياسات والتنسيق بين السياسات. لو بصينا على أي شركة بتبدأ، الشركة دي بتعمل بيزنس بلان، بتعمل خطة عمل، بتعمل دراسة جدوى، محتاجة يكون عندها قدرة إن هي تستشرف جزء من المستقبل وتعرف البيئة اللي بتشتغل فيها شكلها إيه عشان تقدر تعمل خطة العمل اللي بتجيب مستثمر واللي بتخليهم يشتغلوا. فلما تكون السياسات بتتغير بشكل مستمر في اتجاهات مختلفة بتزود المخاطرة وبتخلي صعب جدا أي حد يقدر يخش السوق دوت، سواء مستثمر مصري أو مستثمر أجنبي. أبسط حاجة على سعر العملة، لما احنا بنثبت سعر العملة احنا واقعيا بنرفع سعر الجنيه. فمع السنين بتلاقي ان احنا بنثبت سعر العمله 7-8 سنين، وبعدين مره واحده بننزل 50%، ودي ثالث رابع خامس سادس مره نعملها في ال 30-40 سنه اللي فاتوا. فدي مش حاجه جديده، نفس الناس اللي عدت في ازمه 2016 هي اللي موجوده هنا وبنعدي بنفس الازمه. فمش مساله تعويم، مساله ان الجنيه محتاج يتحرك، واحنا عارفين يحتاج يتحرك قد ايه، 5-8% كل سنه، فسعره يفضل معقول والناس تقدر تتحرك معاه. الاستقرار السياسة بيقدر أي بيزنس أيا كان حجمه أن هو يخطط وأن هو يشتغل. فدي أول نقطة. نقطة تانية، التنسيق بين سياسات الدولة. مثلا لما وزارة المالية بتتكلم على زيادة حصيلة الضرائب وخفض العجز، الضرائب دي تيجي من البيزنس، الاقتصاد في حالة صعبة جدا وأنا في نفس الوقت برفع الضرائب عليه بشكل جزافي. فلما بتكلم مع اي حد في بيزنس دلوقتي عندهم خوف من الزياده بتاعه الاعباء الضريبيه. فالبنك المركزي من ناحيه بيحاول ان هو يدي قروض ميسره، بس من الناحيه الثانيه احنا بناخدها من وزاره الماليه. فاحنا لو عندنا كدوله احنا عايزين الشركات تستمر وتكمل، الضرائب لازم تنزل، سعر العمله لازم ينزل ويبقى واضح الباترن بتاعه شكله مكمل ازاي، السياسات لازم تكون مستقرة ورايحة، أسعار الأراضي لازم تكون أقل، أسعار العمالة لازم تكون أقل، وفي نفس الوقت معوقات التصدير تبدأ إن هي تقل. فلو إحنا جادين على إن إحنا عايزين ننتج ونصدر، يبقى لازم الحاجات اللي بتخدم الشركات دي تكون كلها consistent framework، مش كل جزء في الدولة شغال بأهداف local، سواء زيادة حصيلة بيع الأراضي أو زيادة حصيلة الضرائب أو وهكذا. فاستقرار السياسات والتنسيق بين السياسات. النقطة الثانية يمكن دي حاجة مش للسياسات النقدية المالية. أنا في مرة بتكلم مع مدير شركة كبرى في مصر بتشتغل في التوزيع في الريتيل، فبنتكلم على التعامل مع الحكومة، فطلع لي ورقة قال لي أنا بتعامل مع 15 جهة حكومية، دول بيعدوا عليا مرة كل أسبوع، دول بيعدوا عليا مرتين في الشهر، دول بيعدوا عليا ثلاث مرات في السنة، وأنا عندي جزء في الشركة 10-15 واحد شغلتهم التعامل مع الجهات الحكومية، محاسبين ومحامين ومديرين شغلتهم بس إدارة الدولة. طيب ده شركة كبيرة يقدر يتحمل يكون عنده 10-15 واحد، لو وصلت للشركات الصغيرة والناشئة هو ما عندوش القدرة إن هو يقدر يجيب الناس دي، هو عايز يركز في البيزنس بتاعه، فهو ما عندوش يقدرش يعين 10-15 واحد يديروا التعاملات مع الدولة، كل واحد منهم عايز ورق وفي قوانين وفي حاجات مطلوبة، ولما عملتهاش في غرامات وفي ساعات ممكن تخش السجن. فتكلفة الامتثال للقوانين والتشريعات لا يتحملها الشركات أقل من حجم معين، وده معناه إن الشركات اللي أقل من الحجم ده هتفضل دايماً في قطاع غير الرسمي.
لو انا حاولت احولها لقطاع غير رسمي، وده اللي بيحصل دلوقتي من خلال المنظومات الالكترونيه، ما عندهمش الكاباسيتي والناس اللي جوه الشركه ان هم يقدروا يتحولوا، فالشركات دي هتموت. وقطاع غير الرسمي ده شايل نص الدوله بنص العماله، فاحنا لازم ناخد بالنا من ان احنا واحنا بنحول القطاع غير الرسمي لرسمي ان احنا ما نقتلوش. ولو احنا بالمنظر ده ان هو بيتعامل مع 15 هيئه حكوميه هو هيموت، لان هو ما يقدرش، ما عندوش القدره ان يتعامل معاها. فدي النقطه الثانيه، ان تكلفه الامتثال للتشريعات ما تنفعش، محتاجين شغل جامد جدا ان احنا نجمع اعداد الهيئات الحكوميه ونقلل البيئه التشريعيه. عندنا قوانين من القرن اللي فات مستمره معانا، ومحتاجين ابروتش نفس اللي كان حصل في اراده اللي اتكلمنا عليه قبل كده، بس محتاجين يعني راديكال ابروتش. النقطه الثالثه ليها علاقه بالاستثمار. الفرص الاستثماريه في مصر كتيره وضخمه، بلد كبيره، الاقتصاد كويس بينمو، لكن المشكله الرئيسيه اي مستثمر بيبص على حجم الاستثمار، العائد والمخاطره. احنا العائد عندنا كويس، لكن المخاطره عندنا عاليه جدا. المخاطره بتيجي من حتتين، جزء منها عدم استقرار السياسات، انا مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، فعندي مخاطره، فبحط ريسك بريميوم معين، فده بيخلي الدخول في سوق في مصر غير مربح، رغم ان البيزنس نفسه مربح، لكن مع عائد المخاطره ما بقاش مربح. الحاجة الثانية، احنا لو بصينا في مؤشرات الحوكمة ترتيبنا عالميا، هنلاقي ان احنا دايما في القاع. مؤشرات الحوكمة بتبص على ايه؟ احترام العقود، القضاء العادل والناجز، وتنفيذ الاحكام. انا اتفقت مع حضرتك على حاجة، الاتفاق ده بيسري، واقدر لو اختلفنا نروح المحكمة ونقدر ننفذ الحكم ده. في حالة عدم وجود ده، الريسك بريميوم بيبقى عالي جدا على البلد، عشان احنا في قاع مؤشرات الحوكمة. فالريسك بريميوم ده بيروح فين؟ ده بيتحط على سعر الإقراض اللي احنا بنستلف بيه من بره. احنا بنستلف من بره بسعر أعلى، ليه؟ لأن احنا الريسك بريميوم كبلد بتاعنا عالي. فلو اشتغل على جزء دوت، أول حاجة كاستثمارات هتدخل، وتاني حاجة تكلفة الاقتراض لنا كشركات أو كبلد هتقل كتير جدا. فالثلاث حاجات دولت، استقرار السياسات، تنسيق بين السياسات، ان احنا نعمل يعني التشريعات والهيئات الحكوميه نقلل من عددها بشكل يعني راديكالي. والنقطه الثالثه، ان احنا نشتغل على مؤشرات الحوكمه اللي هي هتساعدنا ان احنا نقلل تكلفه الاقتراض للبلد وللشركات. شكرا جدا. شكرا جزيلا دكتور ايمن اسماعيل، استاذ رياده الاعمال بالجامعه الامريكيه بالقاهره.